اليوم الجامعه يعني الخامسه النسخه الخامسه لجامعه الشباب الاحرار اللي هو تجمع شبابي متميز على المستوى الوطني والمستوى العربي وكذلك الافريقي، ممكن نقولوا انه الاول من نوعه اللي يعني طرح التواصل ما بين القيادات الحزبيه وكذلك حكومه اللي تجلى في رئيس الحكومه واعضاء الحكومه مع شبابه ديال الحزب من اجل انه يتواصلوا ويناقشوا عده قضايا سياسيه كتهمهم وكتهم البلاد ديالهم. اليوم كنت يعني في الورشه ديال شرعيه الصناديق ومن شرعيه الصناديق الى شرعيه الانجازات، اللي نقدر نقول انه اليوم ولاول مره ان تعطات الصفه يعني الحقيقيه لرئاسه الحكومه ولمؤسسه رئاسه الحكومه، لانه هذا اول انجاز يعني قام به السيد الرئيس الحكومه عزيز اخنوش من بعد ما تصدر الحزب الانتخابات بشرعيه الصناديق هي الاولى من نوعها في التاريخ ديال المغرب، يعني بواحد النسبه كبيره ومع الحكومه مع الاغلبيه الاحزاب الاغلبيه يعني شكل الحكومه ديال جلاله الملك ورجع لها بلاصتها من بعد ما كانت مهربة لمدة 10 سنين، رجعها جزء لا يتجزأ من الدولة وأنها كتقوم ببرامج الدولة.